طيب اليوم حنبدأ في المادة بتشابتر واحد. شابتر واحد بتكلم على الديفينيشنز والبروبرتيز للديجيتال انتجريتد سيركس، او اللي حكيناها سابقا اللي هي الماتريكس للديجيتال لوجيكس الديجيتال جيتس. ايش الماتريكس اللي انا بدي اقيس فيها؟ اليوم حنتكلم نبدأ بالايديال انفيرتر. بنعرف ابسط قطعة لوجيك او ابسط لوجيك جيت اللي هي الايش؟ الانفيرتر. حنبدأ بالانفيرتر، السيمبل تبعت الانفيرتر، نتكلم عن الايديال انفيرتر، وبعدها نتكلم على التيبيكال انفيرتر او الكوميرشال انفيرتر. حنحاول نعرف كيف نتعامل مع او كيف نعمل ديريفيشن، نرسم الفولتج ترانسفير كاركترستكس، او كيف نعمل ريليشن بين الاوتبوت والانبوت. حنتطرق بعد هيك لحاجه بنسميها النويز مارجن، قديش السيستم يعني هاو ماتش كان ذا سيستم توليريت ان تيرم اوف نويز، يعني قديش بدخل على السيستم نويز وبضل عندي السيستم اكت از ا ديجيتال جيت. يعني في عندي انبوت لو انبوت هاي، وفي عندي اوتبوت لو اوتبوت هاي. بعد هيك حنتكلم على الفان ان والفان اوت، بعدها حنتكلم على الترانزيانت بيهيفير للسيستم اللي بنتكلم فيه عن الرايز تايم والفول تايم، بنتكلم على البروباجيشن ديلي قديش بصير ديلي، واخر اشي بنتكلمه في المحاضره عن الباور ديسيبيشن. كل التشابترز اللي حنتكلم عنهم من هان، او اللوجيك فاميلي اللي حتكلم عليهم من هان لاخر السيستم، ثلاث شغلات حتضلها مصاحبه لنا على طول. ايش هي؟ احفظوها: البي تي سي، الفان اوت، والباور ديسيبيشن. حنقول لك خلصنا واحدة، ايش الثانية؟ حتقول لي الفان اوت او الباور ديسيبيشن، الثالثة والباور ديسيبيشن، ونشتغل عليهم. كويس هيك؟ اول ما ببدا بحط لكم اليوم عشان تتنشطوا معي وتضلكم تابعين الهوم ورك تبع الشابتر الموجود. كويس؟ هذا عشان ضلك ماشي معي ومتبع، بلزمش تضيع اي وقت من هان لاخر الفصل، يعني ضلك معي شغال. المادة بسيطة وسهلة وفيش فيها اي اشكالية. الان الانفيرتر بشكل عام لما نتكلم عنه، السيمبل تبعه يا اما بنحط البابل عشقة الاوتبوت، او البابل عشقة الايش؟ الانبوت. هاي الانفيرتر. النون انفيرتر اللي هو بنسميه البفر، تبقى عندي يا اما تو بابلز يا اما نو بابلز ات اول. هاي الانفيرتر. للانفيرتر تبقى الانفيرتر عندي هاي الانبوت، وهنا الاوتبوت، هنا بيبقى مشبوك عندي في سي سي، وهنا بيبقى عندي الايش؟ الجراوند. الان لو انا بدي ارسم زي ما كنا بناخذ، بدي ارسم الانبوت فيرسس تايم، سهل لا في عالم الديجيتال. ممكن اقول هاي انبوت، هاي لو هاي، هذه هاي لو، هاي في ان، وهنا ايش؟ تي. شقة الاوتبوت نفس الشغله، هاي تي، هاي بي اوت. للانفيرتر عكس الموجود هنا، حيكون وهكذا. هذه هاي البي ان والبي اوت. قديش بنحصل على معلومات هنا؟ مش كثير، او الرسمه تعني ليش كثير. اذا بتلاحظوا احنا كنا يمكن في مادة السيجنالز لما اخذته، كنا لما نجيب يعني نتعرف على الكاركترستيك تبعت اي سيستم، ايش كنا نطلع على ايش؟ على المودل للسيستم، مظبوط. المودل ايش بيعمل لي؟ بربط الانبوت والاوتبوت يا اما على شكل ديفرنشال ايكويجن،
او على شكل ستيت سبيس موديل او على شكل ترانسفر فانكشن. مظبوط. كنا بعد هيك نقدر نتكلم على السيستم هل هو ستيبل، نتكلم على الاستابيليتي بروبرتي، نتكلم على اي بروبرتي. حتى لاحقا في سنه رابعه في الكنترول حتكلموا على الكنترولابيليتي بيهيفير والابزرفابيليتي بيهيفير، تتكلموا على حاجات ثانيه مثل الكاجواليتي، تتكلموا على الفارينس وعلى تايم فارينس شيفت ان فارينس. كل هذه العلاقات كنا نتكلم عليها، بس لازم تكون عندي علاقه بتحدد الايش الانبوت مع الاوتبوت. نفس الشأن هنا عندنا في الديجيتال سيركت، لازم نجد علاقه بتربط لي الانبوت في فيرسز الاوتبوت. اسهل حاجه نحط التنتين على نفس الرسمه، وهذا لما نحط التنتين على نفس الرسمه ايش بنتكلم؟ بنتكلم على الفولتج ترانسفير كاركترستكس اللي بنسميها بالمختصر الفي تي سي. فولتج ترانسفير كاركترستك. اوبا هيهم شايفهم ال في تي سي. الان لو عندي الانبوت في شاكه الانبوت في سي سي في الايديال بدي اجي لنقطة النص في سي سي على 2 واقول هذه الهاي اللي عندي اللي هي ايش؟ في سي سي. الان اللي بدي اعمله التالي، لو قبل هذه الرسمة خلينا نقول بدي احدد، بدي اجي على شقة هذه، قلت هذه شقة الاوتبوت وهذه شقة الايش؟ الانبوت. يعني عمود اكس وعمود عمود واي وايش والخط المستقيم تبع اكس. على الاكس اكسس هذا بمثل لي المين؟ الانبوت. الواي اكسس بمثل لي الايش؟ الاوتبوت. الان زي ما بنعرف لو بدي اتكلم عن الانبوت، الانبوت في الديجيتال يا اما بده يكون هاي يا اما بده يكون ايش؟ لو. في حاله الايديال انفرتر ايش بصير عندي؟ النقطة اللي بتحدد الـ وين بصير اللي هي نقطة الايش؟ المنتصف. يعني هذه المنطقة يعتبر الانبوت فيها لو، وهذه المنطقة يعتبر الانبوت فيها ايش؟ هاي. والنقطة اللي فيها ديسكونتينيوتي تعتبر نقطة الايش؟ المنتصف اللي هي في سي سي على 2. يعني انا جيت للدائرة او جيت الرينج تبع الانبوت لو عندي 5 من 0 ل 2.5 بقول عنه لو، من 2.5 ل 5 بعتبره ايش؟ هاي. فانا قسمت الانبوت عندي لمنطقتين، منطقه لو ومنطقه هاي. بالنسبه للانفرتر لو كان الانبوت عندي 0 الاوتبوت قديش بده يكون؟ بده يكون 1. يعني لو كان الانبوت لو الاوتبوت بده يكون هاي. لو قلت الفي سي سي بتساوي 5 يبقى هذه 2.5. لو هنا حطيت في 0 فولت قديش الاوتبوت هان؟ 5. الان الاوتبوت عنده حالتين في الايديال، هاي بيساوي 5، لو بيساوي كام؟ 0. فهنا عندي بالنسبه لي هي هذه المنطقه هي الهاي، وهذا الخط هو ايش؟ اللو. هذا بمثل لي خط الهاي الخمسه، هذا على طول، وخط اللو بمثل لي ايش؟ 0. فانا من ناحيه شقة الواي اكسس عندي هاي خط بمثل هاي وهي خط بمثل اللو. شقة الانبوت عندي ريجون مش خط، عندي من 0 ل 2.5 او ل في سي سي على 2 هذا بمثل اللو، ومن في سي سي على 2 لايش؟ ل في سي سي بمثل الهاي. واضحة هذه؟ طالما الانبوت لو الاوتبوت ايش لازم يطلع؟ هاي. لو دخلت عندي هنا 0 قلت بيعطيني 5، لو دخلت 1 يعطيني كام؟ بدي يعطيني 5. لو دخلت 2 بدي يعطيني كام؟ 5. النقطة 2.5 اللي هي نقطة المنتصف هي اللي بصير فيها ديسكونتينيوتي، ممكن تعطيني 5 وممكن تعطيني ايش؟ 0 في نفس الوقت. فهذا اللي بسميها. فهذا طالما انا الانبوت في هذه المنطقة
وانا بعتبر الاوتبوت ايش اللي بيعطيني هاي. جيت على المنطقه هاي الاوتبوت قديش بدي يصير لو، يعني هذا لو بدي ارسمها هاي الخط اللي بالاحمر. الخط اللي بالاحمر هاد بمثل لي نقطة الهاي، هذا لما الانبوت كان عندي في هذه المنطقة اعطاني اوتبوت هاد، الانبوت صار في منطقة الهاي، الاوتبوت صار في منطقة اللو. الان هذا رسمت لي الخارطة تبعت الدائرة اللي عندي. الان في الحالة اللي عندنا حالة الايديال ايش عندي طلع؟ الخط هذا عمودي. في الكوميرشال او التيبكال الخط هذا مش حيكون عمودي، حيكون مائل. الان الفولتج اللي عندي هنا اعطاني في سي سي واعطاني ايش زيرو، هدول ممكن ما اوصلهن، مش لا اوصل لفي سي سي ولا انزل لزيرو. الان هذه النقطه زي ما حكينا في نقطه فيها ديسكونتينيوتي، ده الخط صار مائل، صار عندي سلوب حنتكلم عنه الحين. هذه التيبكال في تي سي للايديل. طب لو بتكلم عن حاجه مش ايديل تيبكال ايش بدي ارسم؟ بدي ارسم الفي تي سي، اعطيكم رسمه وبناء عليها هاي في ان وفي اوت ونحدد ايش الكاركترستيك. هاي عندي هذا سميها في او اتش، هذه في او ال، هذه في اي ال، هنا في اي اتش، وفي حاجه بنسميها في النص في ام. الان نعرف ايش هذه المناطق، ايش اللي بنقصد في الفي او اتش والفي اي اتش والفي ام وهدول الحاجات، بس عشان تعرفها. هذه بنتكلم على شقه الايش الاوتبوت، هذا بنقول عنه اوتبوت هاي الفولتج في حاله الاوتبوت هاي، وهذا الفولتج في حاله الايش الاوتبوت لو. هنا بشقه الانبوت بقول الفولتج للانبوت لو، وهنا الفولتج للانبوت هاي. هذه الميد بوينت اللي هي بنحددها بنسميها في ام، كويس هيك. الميد بوينت كانت هنا عندي بتساوي ايش في سي سي على 2 الموجوده هذا اللي عندي. الان هنا في اي ال وفي اي اتش هنا ايش انضغطوا في نقطه واحده اللي هي الميد بوينت الموجوده عندي. هان الفي سي سي هان ممكن تكون الفي او اتش، بس الفي او ال هنا زيرو، هنا عندي مش زيرو، واضحه. طيب في عندي حاجتين بدك تعرفهم، يعني مش بغلبنش، وفي حاجتين تانيات بغلبن شويه. شقه الانبوت بتغلب شويه، شقه الاوتبوت ابسط. نيجي نتكلم على شقه الاوتبوت اللي هي الفي او اتش والفي او ال. ايش بتعني الفي او اتش؟ حدا بده يعمل قس او بده يعني يعلق عليها؟ ايش بنعني بالفي او اتش؟ تفضل. قيمه الاعلى اللي ممكن يصل ال ايوه اعلى قيمة فولتج ممكن الاوتبوت يصلها، هذه بسميها في او اتش. واضحة هي ايش هي؟ اعلى قيمة فولتج ممكن يصلها الاوتبوت. عادة اعلى فولتج عندي في الدائرة الفي سي سي، ممكن توصل في سي سي وممكن توصل اقل زي ما حنشوف في التشابترز اللاحقة، توصل اقل من هذه القيمة. الفي او ال عكسها، اقل قيمة ممكن يوصلها الفولتج. الان هذه ممكن تكون زيرو وممكن ما تكونش ايش زيرو. في دوائر كتير بحطها لكم على عشان ما تكونش ايش زيرو، وبقول لك قديش الفي او ال الدائرة لو اطلعت عليها وشفتها باي انسبكشن تقدر تقول لي الجواب. الان شايف بقول باي انسبكشن بتقول لي ايش الجواب. بعض منكم بنص صفحه بيعمل تحليل اناليسز في الاخر بوصل لي جواب زيرو. طبعا اذا انا بدي اطلع للساتوريتد ترانزستور قديش الفي سي اي تبعته؟ الفي سي اي للساتوريتد
التيبكال اللي احنا بنتعامل معه 0.2 صح؟ الفي بي اي في حالة الفورورد اكتف اللي انتم بتعرفوه 0.7 والفي بي اي في حالة الساتوريشن 0.8. الان بتكلم على 0.2 كويس؟ ال 0.2 يعني لو انا حطيت شبكت الاميتر مع الجراوند والكوليكتر مع الاوتبوت وقلت الترانزستور في حالة ساتوريشن قديش الاوتبوت تبعته؟ اللو 0.2. فانت لما تحط لي زيرو بقول لك وقف في مشكلة عندك صح؟ لانه اقل قيمة ممكن يوصلها الاوتبوت 0.2 مش ممكن يوصل لزيرو. هذا كنتوا ايش في الساتوريشن دائما تنزلوها بالماينس احيانا الفي سي اي تطلع عندكم صح؟ او لو انت ما اخدتش بالك تيجي تحسب التيار وبتحسب كل اشي بتلاقي في عندك حاجة بتطلع بالماينس بتقنع حالك انها بلس وتقلب الاشارة اللي طلعت معك وبتقول هاي الجواب. هذه حاجة طبيعية تيجي. الان في عالمنا ها نحن منطقة الساتوريشن بنحب نشتغل فيها، فانت حتصير فيها ايش زي ما بقولها معلم في الشغل في هذه المنطقة، مش ما عاد تتخربط في وضع الساتوريشن ونقول لك هذا بدك تكون مصحصح عندي، فهذا بتخليك تصحصح. فمعناته ايش؟ اقل قيمة ممكن يصلها الاوتبوت حتكون الفي او ال، مش حينزل اقل من هيك. نفس الشيء اعلى قيمة ممكن يصلها الاوتبوت بنسميها في او اتش، كويس هيك؟ طيب الان هذا الجزء السهل، ايش الجزء الاصعب؟ الفي اي ال والفي اي اتش ايش بنقصد فيه؟ حدا بده ياخد يحذر ايش بنقصد فيه؟ الفي اي ال ناخد، مين يقول لي ايش الفي اي ال؟ ايوه اعلى قيمه بصلها الانبوت وبضل بنحسبه له، يعني بعد القيمه هاي الانبوت ما عاد نسميه لو، دخل على منطقه مجهوله الهويه undetermined region، لا هي هاي ولا هي لو، كويس؟ في الايديال اذا عدى هذه النقطه بنقول دخل الهاي، قبل النقطه هاي في ايش؟ في اللو. هنا اذا عدى هذه النقطه دخل منطقة مجهولة مش هاي، هذه المنطقة فهي آخر نقطة في الانبوت يعد الانبوت فيها لو، يعني في هذه المنطقة الانبوت عندي يعتبر لو، بعدها علامة استفهام. فهي خط النهاية لنقطة لا ايش؟ لمنطقة اللو في شقة الانبوت، هذه بدي اسميها لاست لاست بوينت في الانبوت، يعتبر الانبوت عندي ايش؟ لو. خليك مركز معي فيها هذه، لانه هذه اول نقطة حتخربط فيها. انا قاعد بقول بعني هي اخر نقطة في الانبوت يعتبر الانبوت فيها ايش؟ لو. واي ديجيتال جيت او ديجيتال سيركت لازم تعطيني شقة الانبوت لو وهاي، شقة الاوتبوت لو وهاي. لو اعطتني واحدة من التنتين السيركت هاي او الجيت بطلت تشتغل كديجيتال سيركت، يا هتعطيني خط يا اما هاي يا اما لو، يا اما في منطقة الاوتبوت هاي يا اما الاوتبوت لو، وتضلها ثابتة عليه. ايش ما تغير في الانبوت مش حيصير اي تغير معه في الاوتبوت. هل هذه ديجيتال سيركت؟ هذه المشكلة لما يصير لما ادخل على هذه المناطق. طيب ال VIH ايش بنقصد فيها؟ ايوه اقل نقطة في الـ او اصغر نقطة في الـ في الانبوت عشان نعتبره هاي، او اول نقطة في الانبوت تعتبر في منطقة الهاي، فهذه بعدها بنقول عنها هاي، وهذه بنقول عنها فيرست عشان انت تميزها. الفيرست بوينت في الريجن هاي اللي بتعتبر هاي. طب سؤال تاني يمكن هذه كويسة، مين بتتوقع اكبر الفي اي ال ولا الفي او ال؟ انا بتكلم على
الاي ال ولا الاو ال؟ ليش؟ الفي اي ال لازم تكون اكبر من الاو ال. ليش؟ لو الاو ال اكبر، خلينا نقول هاي الستيج هذا وهاي الستيج اللي بعده، هذا بدها تعطيني اوتبوت لو. اذا كان اكبر من الانبوت لو، يبقى هذا الاوتبوت تبع هذا مش حيتغير، مزبوط، حيضله زي ما هو. انا بتكلم هاي الستيجز، هذا بعطيني لو، بس اللو تبع هذا اكبر من اللو الانبوت لهذا، معناته هذا حيعطيني، اذا انفرتر بتكلم من دوائر انفرتر، هذا قلت لو، اللو تبعه اكبر، هذا يعني الاصل لما تدخل له لو يعطيني هاي، هذا حيعطيني بعتبر الاشاره اللي كانت هان انديتيرمن، وايش ما بدي يطلع بدي يعطيني حاجه في منطقه الانديتيرمن، مش حيعطيني شيء باعتباره هاي هنا. فانا الاشاره اللي بتدخل عندي مش حتاثر على الـ على الاوتبوت هنا، منطقه الهاي مش حصلها من هذا الستيج. ليش؟ لانه اللو اللي دخل هاد مش معترف فيه لو، هو برا الرينج تبع اللو. فالاصل في هذه المنطقه لما اتكلم عنها بتكلم عن حاجه واحده، انا بدي الفي اي ال دائما يبقى اكبر من الفي او ال. طب هذا ايش بترتب عليها لو ما كانتش زي هيك؟ في الدوائر اللي جايه لاحقه قلنا بنتكلم عن ثلاث شغلات لكل لكل فاميلي لوجيك. ايش هم اللي حكيناهم؟ ايوه، والفان اوت والباور ديسيبيشن. فمعناته حتنسال سؤال دائما عن الفان اوت. في حاله لما يكون عندي الفي او ال اكبر من الفي اي ال، في مشكله بالفان اوت. فانت بتقول لي بما انه في مشكله هذا الوضع ان الفي او ال اكبر من الفي اي ال، يبقى عندي المشكله التاليه انه الفان اوت لازم يساوي زيرو. بقدرش ابني ستيجز اذا انا في عندي مشكله في اللوجيك تبع الاوتبوت للفيرست ستيج. يعني الدرايفر تبعي في مشكله فيه، بقدرش احمل عليه اي لود. فبتقول لي الفان اوت ايكوال زيرو نهايه المطاف. لا بتعمل لي تحليل ولا بتعمل لي ديريفيشن للدائره ولا حاجه. واضحه هذه؟ ايش اللي بنحكي؟ حاجه واحده لازم تضلها ثابته، اللي هي الفي اي ال لازم تبقى اكبر من الفي او ال على طول. طب هذه ايش برضو لها دخل؟ لها دخل بحاجه ثانيه. فرضا انا قلت الفي اي ال بتساوي عندي 1.5، كويس، والفي او ال 0.5، كويس. هذه قلت عندي الفي او ال بتساوي 0.5 والفي اي ال بدها تساوي 1.5. ايش هذا بتحكي لي؟ بتحكي لي التالي، انه لو انا دخلت انبوت من 0.5 ل 1.5 هذا يعتبر ايش؟ لو. بتعرف ايش النويز؟ تعريف النويز unwanted signal forced in on the desired signal or join the desired signal. ف يعني unwanted، فهي إشارة دخلت على الإشارة اللي أنا بدي إياها غصبا عني، هاي النويز، مش قادر أقولها أعزلها. طالما هذا الإشارة في حدود المعقول وأنا إيش الانبوت لساته عندي لو، مظبوط. ايش حدود المعقول هذا اللي بتكلم عليه؟ انا تكلمت كلمة فاضي عامة، حدود المعقول. حدود المعقول في لغة المهندسين بتقول لي مش عارفها هذه. انك ما تخليش الاوتبوت يزيد عن لا، شايف هذه؟ هذه قديش الفرق بينهم؟ واحد. طالما النويز حجمها واحد او اقل وانا في السليم. لانه ايش بصير عندي؟ لسات اللو هذا اللي طلع عندي زائد النويز لساته اقل او بيساوي هذا. اذا هذا موجود يبقى انا السيستم عندي كان تولريت هذا النويز بدون مشكله.
بنلاحظ حاجة واحدة يمكن كل هيكم بتشوفوها، لو اجت زنانة وانت بتتفرج على التلفزيون ايش بحصل؟ بنقطع بتجمد الصورة، مظبوط؟ حدا منكم عنده انالوج تلفزيون تي في، تلفزيون انالوج من القدام؟ بصير ايش فيه؟ تأثير كبير. ليش؟ طيب طب ليش؟ مين احسن الديجيتال ولا الانالوج؟ طب لو الدنيا شتت ايش بحصل؟ نفس الشغله زيها زي ما بقول. طب ايش اللي ايش تفسيرك العلمي للي بحصل؟ الان هذه كودد الانبوت سيجنال كودد عندك بصير لها از وانز اند زيروز، مظبوط؟ الان لو انا كانت عندي زيرو واجت النويز بالبوزيتيف ممكن ترفعها لايش؟ لواحد، والواحد اجت على النيجاتيف ممكن تنزل لايش؟ لزيرو. كل شيء انت زي ما بتعرف الكلمات تعملها كودنج، اسكي كود لكل حرف، مظبوط؟ نفس الشيء الكلمه زي هيك بدك تمثلها ببيتس وبايتس ووردز وهكذا. الان هذه لما اجي تيجي عندي اعملها، هذه اجت عندي مش هي اللي دخلتها لتطلع صورة، ايش بصير لها؟ ديستورشن، دخل عندي النويز غير المحتوى هذا، لما اجي اطلعه بلاقيهوش هو نفسه، صار محتوى ثاني، المحتوى الثاني برمز ليش لاي حاجة. في الديجيتال اذا برمز ليش لاي حاجة مش زي الانالوج بيطلع لك حاجة، يعني الوجه ممكن يطلع لك اياه يمد ويسوي، هذه لا، هذه بتطلع لك اشارة انون. فبتطلع عندك unknown signal وبتطلع عندك ايش؟ lost signal. لانه انت بطلت الهاي اللو اللي عندك اللي داخل على السيستم هان بطل لو، او الهاي اللي داخل عندك على السيستم بطل هاي. واضحه هذه؟ هذا في عالم الديجيتال هاي اللي بحصل فيه. الان نفس الشيء، مين بتتوقع اكبر؟ ال VIH ولا ال VOH؟ ال VOH اكبر، لازم يضلوا دائما اكبر من ال VIH. هدول الكلام اللي حكيناه بقودنا لحاجه اللي هي بنسميها النويز مارجن. النويز مارجن للناس اللي اخذوا السيجنالز في او اخذوا بدايه الكنترول، في حاجه بنسميها لما نرسم البود بلوت الفيز مارجن والجين مارجن. مرت عليكم؟ مرت عليكم بالدوائر اثنين صح؟ والله نسيتوها. حاسوب. طيب اخذت السيجنالز؟ ما مرتش عليكم البود بلوت؟ الكترونيات اثنين. طيب تاخذوها في الكنترول لا تقلقوش، السنه الجايه بتاخذوها في كنترول واحد او الفصل هذا، الفصل هذا بتاخذوها كنترول واحد، اخر كنترول واحد تاخذوا البود بلوت. البود بلوت في حاجه بنسميها الجين مارجن والفيز مارجن، هدول بيحددوا قديش عندي مجال في الجين يتغير او بالفيز يتغير والسيستم يضله في حدود الستيبل. لو السيستم كان عندي ستيبل قديش ممكن يدخل علي جين او فيز والسيستم يضله ستيبل. هذا نفس الشيء النويز مارجن، قديش بقدر يدخل على السيستم نويز وضله السيستم يعني البيهيفير تبعه ستيبل. ايش يعني البيهيفير ستيبل؟ يعني اشاره الانبوت اللي لو بتضلها لو واشاره الانبوت الهاي بتضلها هاي. فهذا بنسميه نويز مارجن اللي عندي. والحين يعني بنعرفه ماتماتيكلي ايش هو عشان نبني عليه. نقول عنه في نويز مارجن، في للو وفي النويز مارجن للهاي. وبعض الاحيان حتلاقيني اعمل دروب للفي بضل عندي النويز مارجن لو والنويز مارجن هاي، نقصد فيه الفولتج في حاله النويز مارجن لو والفولتج في حاله النويز مارجن هاي. في حاله اللو زي ما تكلمنا ها عندي الفي اي ال ماينس الفي او ال، هذه لازم تكون اكبر او بتساوي زيرو. فانا الفي او اتش
ماينس الفي اي اتش بده يكون اكبر او بيساوي زيرو. ايش بنقصد منه فيهم؟ فرضا انا قاعد بقول لك هيك، بقول لو في عندي مشكله كان طلع الفي اي اتش اكبر من الفي او اتش، بدك تقول لي اوتوماتيك الفان اوت بيساوي زيرو. لو طلع الفي او ال اكبر من الفي اي ال، بدك تقول لي اوتوماتيك بدون ما تعمل لي اي شغل الفان اوت بيساوي ايش؟ زيرو. احنا في عهد مهندس، المهندس ايش بدي يكون في تدريبه؟ ان الفطنه عنده عاليه، بحطش مجهود بدون ضروره، او بدفعش فلوس على حاجه بتستاهلش. نفس المفهوم هذا اللي بدنا نصله، يعني انت بتحطش انرجي او بتحطش افورت على حاجه محلوله لحالها، صح؟ انت هاي 5 سنين عنا لازم هذه الفكره تثبت عنا. كيف بدي يصير؟ من خلال بعض التدريبات اللي بنقودك فيها. انا قاعد بقول هذا عندي بالنسبه للبحكي النويز مارجن، قاعد بقول طيب الانبوت، بدك تتذكرها دائما، الانبوت لو لازم يكون اعلى من الاوتبوت لو. طب فرضا انا مش ذاكرها، كيف بدي اعرف؟ فرضا صرحت نسيت كل هذا، ممكن هذه لازم ترجعك لوين؟ للذاكرة تبعتك. اذا هنا طلعتهم طلعت عندك بالنيجاتيف، هذه لازم تذكرك على طول، تقول انا هذه الدكتور وصاني، ده قال لي دير بالك لو نسيت هذه لازم تردك. اذا هذه طلعت عندك بالنيجاتيف او هذه بالنيجاتيف، معناته على طول بدك تقول لي الفان اوت في مشكله، واضح؟ هذه اللي بتخليك ترجع تاني تتذكر. فاحنا بنقول بنوصي بنوصي بنوصي، بس برضه لازم نحط تشيك ان كيس هدول كل اللي حكيناه ما لقطش، في حاجه تانية لازم تلقط توقفك. هذه اشاره، يعني دائما لما تطلع عندك الاشاره عكس ما تتوقع ما تطنشهاش، تقول انا هذا بتقول لك في حاجه غلط. ايش الغلط عندي؟ بدك تشوف ايش اللي كان حاصل موجود. هذا واضحه هذه؟ طيب ايش ممكن تاني؟ هذا النويز مارجن ماشي الحال، هذه بنستخدمها بشكل كبير، وجود تكنيك دائما لما اسالك على الفان اوت تطلع على النويز مارجن، كويس؟ طلع عليها وخليها ببالك. الان في مترك تاني بنسميه النويز سنسيتيفيتي، قديش السيستم سنسيتيف للنويز. النويز سنسيتيفيتي هيها نفس اللي هان، في عندي نويز سنسيتيفيتي، في نويز سنسيتيفيتي في حالة اللو، وفي النويز سنسيتيفيتي في حالة الهاي. ايش هذه بدها تساوي؟ هذه بدها تساوي ال في او اتش ماينس في ام، وهذه بدها تساوي، هذه بالنسبه للهاي نغير هذا، وهذه في حاله اللو بدها تساوي في ام ماينس في او ال، كويسه؟ الان اطلع عندي انا ايش اللي بدي اياه؟ بدي هذه المسافة تبقى أكبر إشي ممكن. إذا أكبر إشي ممكن، معناته التولرانس عندي هان بيبقى إيش؟ عالي. إذا هذه، يعني أنا حكيت في اللوجيك سوينج اللي عندي في هاي، هذه بسميها، كتبناها وبكتبناهاش هذه، في لوجيك سوينج، وهذه بسميها المسافة هان في تي آر. إيش اللوجيك سوينج؟ يعني اللوجيك من قديش لقديش بصير له سوينج، يعني قديش الهاي وقديش اللو. في حالة الايديال كانت هذه بتساوي في سي سي، وهذه بتساوي ايش؟ زيرو. هذه كل ما فيها بدي اياها ايش؟ امطها من اول، يعني فروم ريل تو ريل بنسميها، او من السكة للسكة، تعبير من السكة للسكة، بديش اخلي مسافة تروح حدر. فهذه بسميها في فولتج او اللوجيك سوينج فولتج. اللي هي في شقة الاوتبوت،
قديش المنطقة هذه، هذه كل ما بدي إياها desired هذه تبقى أكبر إشي ممكن. هذه المنطقة بسميها transition width. فولتج، ولاحظنا في حالة الايديال قديش هذه كانت صفر، فهذه كل ما بدي اياها ايش اصغر ما كده. هذه بدي اقللها وهذه ايش بدي اوسعها. الان في النويز سنسيتيفيتي في حالة الهاي او اللو هذول ايش بدي اسوي فيهم؟ بدي اوسعهم. الان هذول بيعطوني قيم بايش؟ التيرمو فولتج. الان في النويز اميونيتي هذول بيعطيني قيم في على شكل برسنتج، يعني هذا بسميها النويز اميونيتي. عندي الفي نويز اميونيتي لو وفي الفي نويز اميونيتي هاي، هذا بيساوي في نويز sensitivity low على V logic swing، وهذا يساوي V noise sensitivity high على ال V logic swing. طب نلاحظ هنا حتعطيني برسنتج، هذه الماكسيمم حتعطيني اياها 50% وهذه ماكسيمم 50% بشكل عام. لو هذه اذا بدك تتكلم عليه واضحه هذه لحتى الان، في اي تساؤل؟ الان هذه مترك وهذه مترك، هذه بنطلع عليها بدي حاجه تقول لي قديش السيستم سنسيتيف للنويز. كل ما كان انا السنسيتيفيتي ايش بتقول لي؟ لو هذه كانت صغيره جدا اقل نويز بتيجي على السيستم ايش حتسوي فيه؟ حتغير الاشاره تبعته. فانا بدي النويز سنسيتيفيتي تبقى في عندي مارجن عالي فيها، بحيث لو دخلت اشاره ما تغيرش الاوتبوت تبعي او ما تغيرش، هذا في حاله الاوتبوت ما تغيروش لا من هاي للو ولا من لو لهاي. يعني لو كانت هذه الفي او ال قريبه للفي ام، مثلا في ام كانت 2.5 وهذه كانت 2.4، لو اجت 0.1 فولت از ا نويز بتغير لي الاوتبوت اللي عندي. فانا بديش اياها زي هيك، بدي تكون هذه اكبر قيمه ممكنه، بحيث انه ايش؟ انه انا يصير عندي السيستم بيقدر يستوعب النويز والاوتبوت تبعي ما يتغيرش. فهذا بسميه النويز سنسيتيفيتي. هذه بتعطيني اياها ان تيرم اوف ايش؟ فولتجز. النويز اميونيتي بتعطيني اياها على شكل برسنتج، لانه ايش انا بعمل لها؟ بعمل لها نورماليزيشن بالضبط. هذا واضحه؟ طيب الان حنتكلم بعد هيك على الفان ان، هيك بنكون انهينا الفي تي سي، نتكلم على الفان ان والفان اوت. تفضل. الميد بوينت نص نقطة المنتصف. الفي سي سي على 2 يعني لو هذا بشكل عام كويس. اي سؤال ثاني؟ طيب هنعمل حاجة تانية. الآن نتكلم على الفان ان والفان اوت. ناخذ الفان ان، ايش بنقصد فيه؟ هاي عندي انفرتر، هاي انفرتر تاني، وهاي ثالث رابع. هدول كلهم كل واحد له تيار مظبوط. هاي اي او اي او اي او، هدول كلهم بدهم يدخلوا على ستيج تاني. هاي اي اي برايم، كويس هيك. الان مجموع هدول بدي يساوي مين؟ اللي ها ضربنا اكزامبل في المحاضرة اللي فاتت. لو هاي بدي اتكلم عندي شارع وعندي قديش؟ خمس ست شوارع بتصب في هذا الشارع. الان في وقت الزحمة كل هذه سيارات مليانة وداخلة على هذا الشارع، الشارع هذا حيستوعب كل هذه السيارات؟ لو كان حجمه كبير جدا عامله مصمم صح الاصل يستوعب كل هذه السيارات، ما كانش مصمم صح مش حيستوعب هذه السيارات، ايش حيصير؟ زحمه ديلي، زي احنا يوم الجمعه في الجامع
لأن نيجي كل هيتنا نخلص الصلاة بنيجي كل هيتنا نطلع من الباب، إيش بحصل؟ بصير كيو وبنستنى لناخذ يجي للدور لأطلع، صح؟ ليش؟ لأنه حجم الباب بسعناش كلنا نطلع مرة واحدة. لو ما فيش حيطان وكلنا يعني زي ما بيقولوها ساحة ومغطية كله بيطلع بدون أي مشكلة. لاحظت في مشكلة؟ لو صليت بساحة كبيرة بتخلص الصلاة وكله بضل رايح ما فيش أي إشكالية. بس ما أنه صار بوابة، البوابة إلها كباسيتي معينة اللي بيقدر يطلع منها، كويس. هذا نفس الشيء احنا ايش بيحصل، يمكن بعض منكم في بتسمع ايام الحج النفق، في نفق زمان كان بين موجود هو للآن بس الحركة عليه خفيفة بين منى ومكة. الآن هذا النفق زمان كان هو الطريق الرئيسي اللي بتحركوا فيه الحجاج، فبتلاقيهم بطلعوا منه وبروحوا على مكة. الآن هذا له قدرة زي أي شارع، هل قد بيستوعب ناس؟ الآن عادة في الأوضاع اللي فيش فيها مشاكل بتحصلش إشي، كل بدخل وبضل يطلع. حصلت أي مشكلة إيش بيصير؟ بسموها في اللغة استامبيد. استامبيد يعني في إيش صار اندفاع كبير بيؤدي يعني لا حوادث الاستامبيد. فالآن بندفع الكل، بصير اللي بقع إيش بصير فيه؟ بخبطوا عليه بضلهم ماشيين، بصير في ضحايا، صح؟ الآن نفس الشيء بالنسبة لنا إحنا، إيش الضحية لما نلقيت هذه يدخل عليها تيار أكثر منها؟ تنحرق. هذا اللي بنقول تنحرق. ليش؟ لأنه تقدرش تستوعب اللي جاي إلها، كويس. هذه عندي، لو هذه قناة وبتجي منها المية وهذا المية كلها هيتها بدأت تيجي وهذا مش قادرة تستوعب المية اللي بتجيلها، إيش بصير؟ ها طوف، بتطوف تغرق المناطق المحيطة فيها. الأنهار بتصير، الأنهار إله يعني أنهار فرعية أو شلالات بتوصل إله. الآن هذه لما تيجي في وقت يعني الوقت خلينا نقول اللي فيه التغذية الرئيسية، فإيش بيحصل؟ بطف النهر عن مجراه وبغرق المناطق اللي حواليها. لهذا السبب بدي يكون انت اذا مصمم الامور صح انها هذا الممر بيقدر يستوعب اكبر كمية ممكن تحصل فيها، الورست كيس سيناريو، كويس. وهذا نفس الشيء بالنسبة لها. الان اللي بهمنا اكثر من الفان ان الفان اوت، هذا الفان ان الفان اوت ايش بحصل فيها؟ هاي عندي الجيت الموجودة، هان هذه بدها توزع على جيت ثانية، هذه اي ان برايم اي ان برايم اي ان برايم، هنا اي اوت، كويس. هذه بنسميه درايفر، هذه بنسميه اللود. في الكتاب تبعنا البرايم هذه مقصود فيها ايش؟ اللود. هذا بالكتاب التكست بوك تبعنا اللود هي بنحط لها برايم. الان اللي عندي طبيعي هذا زي ما حكينا انه هذا الجيت بدها تغدي جيتس ثانيه، كم واحده منهم بتقدر تغدي؟ مش عارف، يعني ممكن خلينا نقول حاجه بنحسها في حياتنا احيانا مع قطعة الكهرباء بنحسها بشكل كبير. الآن أنت في البيت كل إشي بتستنى تشغله، بدك تغسل، بدك تطبخ، بدك تخبز، بدك التلاجة، كل الأجهزة الكهربائية عندك، الكمبيوتر، التلفزيون، كل حاجة بيشتغل وقت إيش؟ أول ما تيجي الكهرباء كله بيشغل كل إشي، صح؟ لأنه بدي يخلص عليه، أمك بدها تخلص الغسيلة، بدها تخلص كل شيء، أنت في عندك قراية بدك تخلصها، أخوك الصغير بده يتفرج على التلفزيون اللي بيستنى فترة، فكل الأجهزة بتشتغل مرة واحدة، وإذا في كوي بيلحقوها في الكوي، كل واحد بده يخلص اللي عليه. إيش اللي بيحصل؟ شوية إلا الكهرباء إيش؟ قطعت. طب حدا فكر ليش قطعت؟ إيش بتقوله؟
ما انا شغلت كل شيء في بيتي وجاري نفسه واللي بعده واللي بعده واللي بعده. هذا لما تصمم الترانس صمم يغذي عدد معين من البيوت، معروف قديش كل بيت قديش لازم ياخذ، انت بتصممه هذا كمهندس كهرباء الاصل مصمم. الان اذا انا مصمم صح وحاطط الترانس هذا صح، حتى لو انت شغلت كل ما عندك ما انت معروف قديش داخل لك البيت بيقدر قديش ياخذ، تبقى مصمم على ايش هم مصممين بتلاقيه بزياده. هذا الترانس بيستخدم ممكن يغذي 50 بيت، بروح حاطط 70 بيت، بقول مش معقول كل يشغل كل شيء، يعني ياخذ الماكسيمم المتاح له لكل واحد فيهم. فايش بيحصل في هذه اللحظه؟ لا، الكل استخدم كل شيء فهو ما قدرش. انا اللي زي القاعه عندي هذا ب 79 نفر، بقول في 10% دائما غياب، كويس بنسجل 80 طالب فيها، اجوا 80 ايش بيحصل؟ بتسعش القاعه، مظبوط؟ او خلي اقول القاعه ب 9200 مسجل 250، تضرب يوم من الايام اجوا 250، بتصير فوضى. وهذا اللي بيحصل عندنا فيها. فانا بدي اصمم القاعه مش على اساس اللي بيغيبوا، او بقول اذا ما جاش ولا واحد القاعه مش ب 9250، ب 9000، مظبوط؟ الان اللي بدك تشتغل عليه في التصميم، تشتغل انا مسجل عندي 50، القاعه بدي يكون فيها 50، صح؟ هذا ترانس بغدي 50 بيت، صار عندي 51، بدي اركب ترانس جديد. نفس الشيء بالنسبه لها، هذا بنطلع عليه كم واحد بيقدر يغذي، لانه انت هناك الامان تبعه بنزل. ايش ايش ليش بنزل؟ اذا لاحظت حاجه واحده، لو في عندك نيون وبدك تضويه او طفى بدك تضويه، لما تكون الكهرباء خلينا نقول الكل مشغل كله بضوي عندك، ليش؟ لو قست الفولتج عندك قديش في البيت بتلاقيه؟ 180 170. كل ما زادت البيوت ايش فيه؟ بصير دروب. طب كيف الفولتج دروب والاجهزة شغالة؟ ايش اللي بيحصل؟ الباور بتنقص، الجهاز اللي بده 20 واط ليشتغل بده يضل 20 واط ليشتغل، بده 200 واط يشتغل بده 200، اللي بيزيد التيار. فانت الاوتبوت التيار اللي طالع عندي من هان الفولتج حلاقيه ايش بيصير له؟ دروب، والتيار اللي هان بزيد وانا بزود على هدول. فايش اللي بده يصير عندي؟ انا اتذكر عندي حاجه واحده، الاوتبوت هاي ولو، مظبوط؟ اذا انا بديت ب 220 وعماله كل ما بزود ايش؟ 190 180 150 140 لحديت منطقة ببطل ايش عندي يشتغل. ايش ببطل عندي؟ هذا في لغة اللوجيك عندي انا بتكلم على هاي، بضل ينزل من اوتبوت هاي لحديت ما يصير اقل من الاي الفي اي اتش، مظبوط؟ اذا صار اقل من الفي اي اتش صار عندي هاي، بطل عندي هاي، فصار انه انا الهاي اللي بدي اياه مش موصل له. فمعناته انا حطيت حاجه اكثر او غذيت حاجه اكثر من ما هو مسموح. انا بضلني اغذي في هذول لحديت ما والفولتج ينزل اخر نقطه عندي الفي اي اتش. لو نزل اقل من الفي اي اتش بصير عندي ايش هنا؟ مشكله. معناته هنا بدي اقول الاي اوت بدي يساوي مجموع الاي ان برايم، كويسه؟ او لو قلت الاي ان برايم هذول المتساويات بدها تساوي ان في اي ان برايم، او بعباره ثانيه ان بدها تساوي اي اوت على اي ان برايم. هذه المعادله بتحسب لي قديش الايش قديش الان المسموح فيها. زي ما حكيت المره اللي فاتت، لو كان عندي خط ميه 1 انش وكل مرروا على مدينه غزه كلها، هذا الانش خط الانش هذا، والكل مسكر حنفيته، مش حيوصل لكل البيوت؟ لان الكل ايش؟ مسكر. لو 10 فتحوا حنفياتهم راحت الميه وبطلت توصل لحاجه. فالان بقيس انا الاساس المسموح فيه على الكل مسكر حنفيته، ولا كم واحد فاتح حنفيته والمي بتصله؟ الكل فاتح.
هذا اللي بقرر فيه. فأنا اللي بدي أتكلم عليه في عندي هنا إن في حالة الأوتبوت هاي، وفي إن في حالة الأوتبوت إيش لو. في حالة الأوتبوت هاي هنا بدي أطلع على إيش الآي أوت، في حالة الأوتبوت هاي على آي إن برايم في حالة الأوتبوت هاي، وهنا بدي أطلع على آي أوت في حالة الاوتبوت لو على اي ان برايم في حاله الاوتبوت لو. ومن هذه وهذه بدي اختار مين الاكبر ولا الاصغر؟ ان ماكس بدها تساوي المينيمم لايش ان او ال ان او اتش. انت زي ما حكيت انت فكر فيها، الكل مسكر حنفيته العدد قديش؟ انفينيت. الكل فاتح العدد صار فاينايت. الفاينايت هو اللي بيحدد لي مش الانفينيت، صح؟ فهذا بدي اطلع عليهم. لو طلعت هذه 100 وهذه 20 باخذ الايه ال 20. كويس هيك. طيب ايش في كمان؟ هذا بالنسبه للفان ان والفان اوت، واضحة هذه؟ هذا حندخل فيها كثير، مش يعني مش مرة ولا تنتين، حنضلنا فيها بشكل كبير لحديت ما نشوف وين في الأول وفي الآخر لوين نوصل فيها. الآن حنروح على حاجة بنسميها هذا، حنشوفهن هذول حنشوفهن بشكل كبير، بس اللي حنتكلم عنه اللي هو الترانزيانت بيهيفير حنشوفه في الجزء المادة، نركز عليه في الجزء الثاني من المادة لما نتكلم على الموسفيتس. ليش؟ لانه في علاقة مباشرة يعني بالنسبة للفان اوت بهذه البروبرتي. فاحنا بنتكلم على الترانزيانت بيهيفير. او الترانزيانت كاركترستكس. الان هاي الانبوت تي النانو سكندز، وهي في ان. هاي تي النانو سكندز وهنا في اوت. للانفرتر لما الانبوت يبقى هاي، الاوتبوت ايش بده يكون؟ لو. فحبدا بلو، حتى هاي هنعمل سكتش هنا عشان نضلنا احنا متابعين. هاي بديت بلو. الان الانبوت ايش؟ تغير. تغير في الاوتبوت بصيرش على طول بالضبط، بصير فيه شويه ديلي. هاي الديلي اللي عندي، وبعده ببدا يصحبوا التغير. هنا وصلنا للماكسيمم. ايش هنا بحصل؟ الانبوت قلب، الاوتبوت حيقلب بس بعد شويه ديلي حيبدا يسوي لي يتغير. الان اللي بدي ارسمه التالي. هنا عندي بلزمني هاي الفي او اتش وهذه الفي او ال اللي عندي. الان بدي اخذ 10% و 90%. هاي ال 10% وهاي ال 90 9% وهاي ال 10%. الان وين بتقاطع التقاطعات؟ بدي انزل خطوط. هذه اول جزئية لما نتغير الانبوت لحديت 10% بسميها تي دي، وبسميها هذه ديلي تايم. كويس هيك. هذا الديلي لحديت ما السيستم عرف انه صار تغيير في الايش في الـ في الانبوت. وهنا الاشاره لما تروح من 10% ل 90% بسميها الايش الرايز تايم تي ار. هيو الرايز تايم. كويس هيك. الان الاوتبوت هنا ايش حصل له؟
الانبوت اتغير بس الاوتبوت لسه ما حسش انه تغير، لحديت ما يشعر ان التغيير هاي بسميها تي اس. هي نفس مفهوم الايش؟ الديلي، بس انا عشان في عندي مخزن هاي او واحد بقول ستورج تايم، الاسم بس اختلف. اما هو ديلي ستور، كويس ستورج تايم، هذا اللي عندي بسميه تي اف اللي هي من 90% ل 10% بسميه الفول تايم. 90% هذول بروبرتيز اللي بهمني فيهم التي ار والتي اف بشكل اساسي. التي ار والتي اف في النص الثاني في الماده حنشوف كيف نعمل له ديريفيشن وكيف نجيبه، فهذا فيه له شغل كثير يعني حنفرجيكم اياه بالنسبه لهي. بس هذه بها التي ار والتي دي او التي ار والتي اف مش بالضروره يكونوا متساويين، بكونوا متساويين في حاله لما تكون الدائره عندي السيمتريك بكونوا ايش؟ متساويين. نفس الشيء بالنسبه للتي دي والتي اس، واضحه؟ في حاجه ثانيه لها علاقه بالديلي اللي بنتكلم البروباجيشن ديلي اللي هي ديلي من ستيج للتاني. هاي اللي عندي من اي ستيج للتاني، هاي تي النانو سكند، هاي في ان، وهادي تي النانو سكند. في اوت هذا بحط خط 50% وهنا خط 50% وبنزل من هذه وهذه. وين التقاطع؟ هذا بسميه تي بي تي بي البروباجيشن. طب كيف بدي اميز واحده فيهم عن ايش الثانيه؟ بتطلع على الاوتبوت، الاوتبوت هذا ايش حصل له؟ رايح من وين؟ من لو لهاي، فهذا بقول لو تو ايش؟ تو هاي. هذا اللي عندي رايح من وين؟ من هاي للو، من هاي للو. هاي البروباجيشن ديلي، هنا من لو تو هاي ومن هاي للو. في حاجة بروبرتي بتلزمني بسميها الافرج تبعهم، تي بي افرج اللي هي عندي بدها تساوي تي بي فروم لو تو هاي زائد تي بي فروم هاي تو لو على 2. هذا البروباجيشن ديلي تايم، بروباجيشن ديلي تايم اللي عندي او الافرج بروباجيشن ديلي تايم. كويس هيك؟ الان غطينا، ضلت عندنا جزئيه معينه، ايش هي؟ مين متذكرها؟ ايوه الباور ديسيبيشن اللي ضلت عندنا. الباور ديسيبيشن لما بدي اتكلم عليه بدي اقول هاي الباور اللي بلزمني الافرج بي سي سي افرج اللي هي بدها تساوي بي سي سي اوتبوت لو زائد البي سي سي اوتبوت هاي. طب الباور ايش بتساوي؟ الفولت على التيار ولا في التيار؟ بدها تساوي اي سي سي اوتبوت لو في سي سي زائد اي سي سي اوتبوت هاي في الفي سي سي، هذا على 2، نسيت احطها، هي على 2، وبدها تساوي اي سي سي اوتبوت لو زائد اي سي سي اوتبوت هاي على 2 في سي سي. ايش بنقصد بالاي سي سي؟ حدا عارف؟ نهاينا بنتكلم على الاي سي سي، اي سي سي ايش بنقصد فيها؟ ها؟
لا هاي عندي خلينا نقول هذه النقطة هي في سي سي وهذه النقطة هي الايش؟ الجراوند كويس؟ الآن كل الباتس اللي بتوصل من في سي سي للجراوند هاي بدي اسميه اي واحد اي اثنين اي ثلاثة اي ان كل هدول اللي بوصلوا من في سي سي للجراوند بسميهم اي سي سي فاي سي سي بدي ساوي اي واحد زائد اي اثنين زائد هوبا لحديت اي ان اللي عندي كل هدول اي بات بنزل لو عندي واحد جاي من هنا في سي سي برايم لهان هذا لا يؤخذ بس لو واحد من هان رايح للجراوند عبر ستيج تاني ايش بتحسب حسابه هاي الفي سي سي من في سي سي للجراوند كل هدول بيعتبروا ايش اي سي سي واضحة هذه لك سؤال طيب ايش ضل عندنا ضل عندنا مترك واحد بنسميه الباور بي دي اللي هو باور ديلي برودكت اللي بسميه هيو بي دي بدي ساوي بي سي سي افريج مضروب في اي في تي بي افريج كويس هاي الباور ديلي الموجود عندي الان اطلع عندنا احنا هنا ايش غطينا اليوم تكلمنا في البداية عن الانفيرتر ايدي انفيرتر تكلمنا عن الفي تي سي للايديال انفيرتر وتكلمنا على الفي تي سي للتيبكال انفيرتر حددنا التيبكال فولتجز او الكريتيكال فولتجز اللي هي الانبوت لو والانبوت هاي الاوتبوت لو والاوتبوت هاي الان قلنا حاجه واحده ضلينا نتذكرها انه الفي اي ال لازم تكون اكبر من الفي او ال والفي او اتش اكبر من الفي اي اتش عساس انه يضل عندي الدائره تشتغل از ديجيتال سيركت لو في اي خلل بصير عندي مشكله في الفان اوت لنتحقق من هاي قلنا لو نسيت تطلع على النويز مارجن سواء في حاله اللو او الهاي لازم تبقى بوزيتيف لو ما كانتش بوزيتيف معناته فيش عندي فان اوت تكلمنا على الفان ان والفان اوت وقديش الماكسيمم فان اوت اللي بنتكلم عليه او الماكسيمم فان ان اللي بنتكلم عليه تكلمنا بعد هيك على الترانزيانت كاركترستكس تكلمنا على التي اف والتي ار رايز والفول تايم تكلمنا على البروباجيشن ديلي تايم في حالة going from low to high او high to low وتكلمنا على الافريج اتكلمنا على الباور ديسيبيشن از هول وختمنا في اخر شيء اللي هي الباور ديلي برودكت في هذا المجال هيك بيبقى خلصنا تشابتر واحد في الكتاب كويس احنا في اذا بتلاحظ كل فكره تشابتر فاحنا عندنا بنوصل لتشابتر 33 في المادة فمش ما تعدش تشابتر عد افكار الهوم وورك هذا معكم اسبوع لتحلوه بتحلوه بتسلموه هان كويس في اي تساؤل لكم تفضل مش 50 الماكسيمم يو كان جيت از 50 تكون اقل في الاحسن عادي تفضل الان ماكس الماكس اخذت المينيمم انت الان ماكس انا في حاله الذروه بقدر ازود 10 بيوت كهرباء من الترانس وفي حاله الاسترخاء بزود 50 بحسب حسابي على 10 ولا 50 لو 50 وكل شغل اللي عنده في اي لحظه ايش حيحصل الترانس حيفصل مظبوط مش حتيجي عندك كهرباء انت بدك احنا عندنا هذا لما معنى يفصل انه الجيت اللي عندي حتنحرق
هل انا بديها تنحرق اصمم ولا بصمم على السيف؟ الان انا في لما انا بدي احسب عندي انا خلينا بدي اجيبها على حاجه انت بتحسها. انا في حاله الذروه عندي كل بيت بدي اسحب 16 امبير، كويس. انا اللي طالع من الترانس بدي اقول عندي 160 امبير، كويس. معناته كم بيت بقدر يزود في 160 على 16 بيعطيني 10. هذا لو الكل اخذ 16، فرضا في حالة مش الكل أخذ 16، الكل أخذ 5 أو 8، خلينا نقول الرقم أسهل، 160 على 8 حيعطيني 20. أنا بصمم على أزود 10 ولا أزود 20؟ لأنه لو بدي أزود على 20، أفرض الكل أخذ 16 تبعته، إيش بحصل؟ في مشكلة. زي ما أنا أقول هنا القاعة عندي بتستوعب 70 كرسي، كويس. انا بصممها لسبعين طالب ولا 140 طالب؟ يعني بخلي الشعبة اسجل فيها مسموح تسجيل لسبعين ولا 140؟ بس بصممها قديش الماكسيمم اللي بيقدر، مش قديش الشعب التقليدية. الشعب التقليدية عندي ممكن توصل في التخصص، اقول بتوصل عندي 100، بس انا الغرفة هذه بتسع 70، بحطش انا انه 70 اسمح لاكثر من 70 طالب يسجل اذا انا بدي اشتغل صح. اذا انا بدي اوقفهم ويصير في ناس في الممرات، بحط العدد الكبير، بصمم قديش اللي انا بشوفه منطقي، مش قديش استيعاب الغرفه. فانا نفس الشيء بالنسبه للفان اوت، بطلع على الماكسيمم اللي بيقدر يزوده في وقت الذروه. يعني قديش لو الكل اخذ ماكسيمم، يعني التيار اخذ حصته من التيار، قديش بقدر اوزع عندي، كويس. تفضل. النويز اميونيتي هي ماتريك بيعطيني برسنتج. النويز نفس الماتريك تبع السنسيتيفيتي، بس السنسيتيفيتي بتعطيني فولتج، الاميونيتي بتعطيني برسنتج، لانه بقس بعملها نورماليزيشن. اي استفسار ثاني؟ طيب، يعطيكم العافية وبنشوفكم يوم الأحد إن شاء الله.